كيفك أبي؟ ليك شو جبت لك معي؟ أكلة أنت كتير بتحبها، رح تروق عليها. لأمتى رح تضل حبسني هون؟ ليك وجبت لك خضرة كمان. لك معقول لهلأ ولا واحد سأل عني؟ ها؟ عزت ما عم يقول شي؟ عم حكيك؟ شبك جاوبني؟ أمي ما عم تسأل عني معقول؟ يلا بس بدي أفهم لوين بدك توصل. طيبين والله. عن جد انت عملتي عين العقل يا مرت عمي، لو ما قلعتيها لهالحية ملك من البيت كنا رح ننام وعيوننا مفتحة. الله أعلم شو كانت عم تخطط براسها. لا تفكري إنه كنتك ليلى سهلة يا بهي. بتعرفي إنه هي يلي سممت زهرة؟ ومنشان ما تنكشف قصتها راحت على المشفى وغيرت نتيجة التحاليل. يا الله هالمرة الكذب ماشي بدمها، يعني ما بكفي إنها حاولت تقتل ابنها لليلى كمان عم بتكذب. خلص بكفي، أنا راسي رح ينفجر ومالي متحملة حالي، ما بدي أسمع ولا كلمة. ليكي مرت عمي، بتعرفي إنه ملك كان معها حق 100% بالحكي اللي قالته؟ المخلوقة خايفة على بنت الحامل وهاد من حقها، حتى نحنا ما ضل عنا حفيد للعيلة غيره ليكون آغا بالمستقبل إن شاء الله، وإذا انأذى رح تكون ليلى هي السبب. زمرد معها حق بهية، ديري بالك من ليلى منيح. الحقد مالي قلبه، وإذا صار للولد شي أنا رح أحاسب كل اللي بالقصر، وأولاً أنت وكنتك وابنك. إن شاء الله صحة وهنا. ابني عزت أهلا وسهلا. لا تقومي، خليكي ارتاحي. لو قلت لي إنك جاية كنت على القليلة ساويت لك شي أكلة بتحبها. لا أمي ماني مطول، ستي لورين ممكن أحكي معك كلمتين؟ يعني يا ريت لو منكون لحالنا. طبعا رح أقوم معك. يذهب عمر إلى السوق مع أخته. زينب شبك؟ عم تفكري بأخوكي ما هيك؟ ايه أنا كنت وحيدة بالحياة، وبعدين لقيت أمي موجودة، وبعدين أبي هو يلي لقاني، وعم يقولوا إنه عندي أخ كمان. مالي عرفاني أنا لازم أزعل ولا أفرح؟ لازم تفرحي طبعا. ما بتعرفي يمكن أخوكي لما يدرأ أنه عنده أخت مثلك كتير رح ينبسط. يا ترى بيكون بيعرف أنه عنده أخت ولا لا؟ طيب وينه هلأ؟ يعني خاطب ولا متزوج ومستقر؟ يمكن يكون عزت، لأنه اليوم ما مرق. ملاك خير؟ زينب هاي ملاك. ستي اسمعيني، أنا ما بدي خوفك أبدا بكلامي، بس عمي غانم مانو مبين وما في حدا بيعرف هلأ وينه،
زمرد كمان عم تقول نفس الحكي إلى كم يوم. اللي عزت غانم مسافر على قضنا شي. لا ستي، عمي مو مسافر لهنيك، وبعرف إنه هنن قالوا لك إنه راح على قضنا كرمال الشغل ومشان يحكي مع زبايننا هنيك كمان، بس نحن ما عنا بقضنا ولا زبون. رحت وتأكدت يعني، ولا هيك عم تحكي من عندك؟ ستي أنا تأكدت. شو يعني؟ وينه ابني غانم؟ إذا ما راح على قضنا وين بده يكون كل هالوقت؟ مرت عمي وابن عدنان أكيد بيعرفوا وينه عمي، ولازم يحكوا. شوفي بهية، ليش متوترة؟ من وقت ما اجى عزت وانتي مو على بعضك. امك رح تكون منيحة، لا تخافي عليها، بتعرف تدبر امورها. انتي بس رؤية حياتي، خلاص انا هون جنبك. بس عم يكذبوا علي يا خالي فاطمة، وكمان عم يفتروا على امي. الله شايفهم كلهم وبيعرف شو عم بيصير. المهم اهدي وبعدين منشوف شو رح يصير معنا. بعد شوي عدنان بيجي وبيروح بيجيبها لأمك. يعني ممكن يرجعها خالي فاطمة؟ طيب إذا حكيت له كل اللي صار اليوم وقلت له يساعدنا يمكن يعمل شي؟ طبعا أكيد، حياتي تعي هلأ، يعني بتساعديني بالأكل ومندردش شوي، شو رأيك؟ وأنا بغير تيابي وانتي غسلي وشك والحقيني على المطبخ. ايه دخي له هالوش الحلو. يلا. كل ما بفكر انه ليلى وزهره بنفس المكان وعايشين مع بعض بحس حالي رح موت. كيف بنتي بدها تتحمل؟ ليلى بعد ما سقطت الولد جنت، حقدها وظلمها زادوا اكثر بكثير من الاول. بس لو فيني جيب زهره لهون على البيت. لا تخافي، ما رح يصير أي شي لزهرة. طيب أنتي اتصلي بعدنان وهو بيتصرف. اتصلت فيه بس ما بعرف ليش ما رد. عدنان يلا أمي بخاطرك هلأ. لوين يا ابني؟ خليك اشرب شاي. صحة وأنا مستعجل. شو في مرت عمي؟ وينه ابني غانم؟ ابنك مسافر مشان الشغل. أنت وعدنان مخبيين عني شي وأنا لازم أعرفه هلأ. وين ابني غانم يا بهية؟ مرت عمي قلتلك، بعدين ليش نحن لحتى نخبي عليكي؟ غانم مسافر على قضنا بشغل وراجع. هالحكي مو مزبوط. هلأ بدي الحقيقة. ابني وينه بهية؟